من الدوحة الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط. أهلا بك أحمد. مساء الفل يا أستاذ يوسف، إزاي حضرتك؟ مساء السكر، عامل إيه؟ زي الفل. والقطر كلها بتتكلم النهارده مغربي، العرب كلهم بيتكلموا مغربي النهارده، وفي الشوارع انا مش قادر اوصف لك الجو هنا عامل ازاي. لك ان تتخيل نفس احتفالات 2006 بالظبط، يعني لما مصر كلها نزلت الشارع هنا، بس الناس كلها زي انا سمعت حضرتك وانت بتتكلم ان كل الناس لابسه تيشيرت المنتخب المغربي. ما تعرفش تفرز ده من ده، يعني ما تعرفش ده تونسي ده مصري ده جزائري. كل الناس هنا في ملحمه عربيه زي ما كانت في الاستاد فهي بره الاستاد. يعني كنت قاعد بتفرج على الماتش، كان جنبي عصام الحضري، قال لي انا جسمي بيقشعر من المشهد ده، انا عشته قبل كده وحاسس ان مصر اللي بتلعب قاعد بينفعل مع كل كوره لياسين بونو. فلا الجو والمتعه اللي شفناها هنا والمنتخب المغربي اللي على طموحات وامال العرب في هذه البطوله، لا يعني انا المفروض تحسدوني ان انتم ما جبتوش اتفرجتوا على كاس العالم. يعني احنا نحن نغبطك مش نحسدك، ربنا يحميك ويحفظك. طب بما انك كنت قاعد مع عصام الحضري بقى حبيبي، ايه رايه في بونو؟ كان معايا في ماتش. لا هو قال لي الحضري واحنا بنتفرج انقذ كوره في الدقيقه 75 كانت فاول. قال لي الكوره دي كوره الماتش، يعني ما كانش لسه الماتش خلص. قال لي الكوره دي هتبقى كوره الماتش. فقلت له طب ما تقيم بونو، يعني انا عارف ان انا ممكن اعمل مداخله بعد الماتش. فقلت له طب قيمه، يعني انا عايز اقول رايك. قال لي اقيمه لو وصل ضربات جزاء، ما وصلش ضربات جزاء هقول لك الرقم. لما وصل ضربات جزاء وصد ضربتين جزاء وراح مع الثالثه اللي جت في القائم، قال لي ادي له 10 من 10 لانه عنده ثبات انفعالي رائع جدا. قال لي انا متابعه في الدوري الاسباني، قال لي كمان انا بتواصل معاه وهو بيتواصل معايا، ولكن هو حارس ذو مستوى ثابت وبيدي لعيبته ثقه قويه جدا. حتى في الملعب والكاميرا مش عليه كان بيطلع يتكلم مع وليد الركراكي المدرب ويقول له نعمل كذا او كذا، قال لي ده قائد داخل الملعب. فلا كل لعيب بصراحه مش هنبخس حد في اللعيبه، ولكن بونو عريس الليله، هو افضل لاعب في المباراه. تعليق الحضري عليه ان هو ياخد 10 من 10. المنتخب المغربي من اول الحارس للعيبه لوليد الركراكي للجمهور اللي جوه الملعب اللي ما قعدش دقيقه في ملعب المدينه التعليميه النهارده وبيشجع اللعيبه من اول دقيقه لاخر دقيقه، لا هي كانت كلها ملحمه بقى. وانا مش قادر اقول لحضرتك انه يعني مثلا لا القطريين والمصريين والجزائريين والتوانسه والمغاربه كلهم النهارده كده لابسين الطقم ورافعين علم بتاع منتخب المغربي. طب قول لي، خدتكم المناقشه انت وحضري على المدير الفني المغربي الركراكي؟ اتكلمنا على الركراكي، قال لك طموحه هو اللي موصله لده، هو عشان مدرب وطني فقادر يزرع الروح في وسط اللعيبه. صح، قادر يعمل اللي كان بيعمله معانا الكابتن حسن شحاته. قال ممكن ما كانش يبقى الكابتن حسن شحاته افضل من مدربين اجانب في السيرة الذاتية. صح، في المستوى الفني، ولكن احنا بيبقى ناقص عندنا اللعيبة لما يبقى في مدير فني اجنبي خلاص بيروحوا المعسكر ويروحوا، لكن حتة زرع الروح، حتة ان احنا الجمهور محتاج ايه اللي يحس بيها المدرب الوطني. فقال هو وليد ما حسسه، كابتن وليد الركراكي ما حسسه بهذا الانطباع وهذا الشعور، لانه حتى هو واقف على الخط انفعالاته. انت الصعود المغربي هو صعود وطني خالص، مدير فني مغربي، اللعيبه كلهم لما بيقفوا معاه او هو بيحمسهم خلاص هو الانطباع بتاع الشارع واصل لهم. فقال ده اللي بيفرق بين المدير الفني الاجنبي والمدير الفني الوطني. قال ان هو فكرني جدا بالكابتن حسن شحاته، قابلت حتى الكابتن حسن شحاته قبل المباراه النهارده الظهر فكنت بتكلم معاه. قال لي الناس خايفه من اسبانيا ليه؟ والناس كانت شايفه ان السعوديه لما كسبت الارجنتين هو مش اعجاز في كره القدم. احنا كنا بنعمل هذا الكلام، ولكن يبقى في روح عند اللعيبه، في حس بالناس اللي في الشارع، اقدر ازرع انا ده فيهم. بعد كده لو احنا حسينا بان احنا بنلعب رجاله، التوفيق بتاع ربنا في الاول وفي الاخر، لانه انت وارد جدا بتبقى فنيا فرقه عاليه جدا. النهارده اسبانيا مثلا ما احنا مش هنبخس حق اسبانيا ونقول ان هي ما راحتش، هي راحت على مرمى ياسين بونو اكتر ما المغرب راحت على مرماهم، ولكن في النهايه الروح العاليه والتقفيل والتوفيق بقى جه في المرحله الاخيره نتيجه كل العوامل اللي بشرحها لحضرتك. طب قول لي يا احمد، الماتش الجاي هيبقى يا البرتغال يا سويسرا، صح كده؟ بالظبط. طيب اللي انا فاهمه، بس انت اكيد تفهم كوره احسن مني 30 مره، يعني انه في كل الاحوال اللي يعدي اسبانيا
هيعرف يجي على البرتغال ويجي على سويسرا، بس النهارده كان عندنا اكتر من اصابه، فانت توقعاتك ايه للماتش اللي جاي؟ بلغه كره القدم هو اللي يعدي اسبانيا واللي يعدي بلجيكا يعدي البرتغال او سويسرا، وان كان البرتغال اقرب لانه كسبان، بس بلغه كره القدم برضو ما كانش حد يتوقع ان المغرب يتخطى لا اسبانيا ولا يتخطى بلجيكا، ولكن احد يتوقع ان السعوديه تفوز على الارجنتين. ولكن المعطيات اللي حوالين الموضوع، المعطيات دي حاله اللعيبه في اليوم الماتش ده، الدوافع اللي عند اللعيبه، واعتقد ان الدوافع عند المغرب زادت جدا، لان اي منتخب في المنتخبات اللي صعد لدور الثمانيه عاد هيعمل حساب قوي للمنتخب المغربي، لانه ده منتخب مطلع اثنين من المصنفين عالميا، بلجيكا او اسبانيا، فبالنسبه له عنده الدوافع الايجابيه. الاهم من ده كله ان انت بتلعب على ارضك، بتلعب وسط جمهورك، فبالتالي الافضليه ليك فيما كل يعني كل حاجه تخص المباراه عندك افضليه، ما عدا ارضيه الملعب، فدي بتبقى في حاله اللعيبه وتوفيقهم. وانا اتوقع ان المنتخب المغربي عايز يوصل لابعد نقطه ليه في المونديال، لانه لما نبص على المنتخب المغربي ونلاقي اشرف حكيم وحكيم زياش وجون، فهم لعيبه مؤثرين جدا في اوروبا وليهم اسمائهم وليهم تقلهم. نفس الحكايه بتبقى في المنتخبات اللي بتقابلنا، اعتقد ان هذا الامر هيبقى عوامل ايجابيه، يتبقى فقط التوفيق سواء سويسرا او سواء البرتغال، فده ان شاء الله يبقى يومها اللعيبه تكون في حالتهم يعني. يا رب يا رب. اشكرك جدا 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 يا احمد، الف شكر، وسلم لنا على كابتن عصام الحضري، وان شاء الله ترجع على الف سلامه وعلى الف خير، وان شاء الله يا رب يوفق المغرب.